الو، يا سميره، ليلى جت من المدرسه؟ طيب خلي عينك عليها، اوعى تخرج من بره الفيلا زي ما بقولك كده بالظبط. هو ايه اصله ده؟ ما تهدى شويه كده على حالك، دي مش طريقه معامله خالص. ما انتوا اللي قايلين ان في خصومات. يا هاي. في ايه يا عرب، انت مزعلي الاستاذه ليه؟ ما فيش حاجه يا استاذ سعيد، انا بفهمها ان الخصومات على حاجات معينه مش على كل حاجه. الله، طب ما تقول، ده المثل بيقول لك قول له في وشه بس بلاش تغشه. ما قلتش من الاول ليه؟ طب انا بقى عامله في حسابي اني اخد الطقم ده هو بسعره بعد الخصم. اهدي بس يا بنتي، الحكايه مش مستاهله. في حاجه شناوي؟ لا ما فيش حاجه يا حسن بيه، ده سوء فهم وخلص خلاص. هو مش انت؟ انا زبونه يا باشا، زبونه وجايه اشتري زي اي حد. والراجل ده هو انكل دماغي من ساعه ما جيت عمال يكلمني على ايش خصومات هنا وايش خصومات هناك، وجاي لي على الطقم اللي اخترته ويقول لي لا. يا حاج والله انا بفهمها ان الطقم ده بره الخصم. بره ولا جوه بقى بناقص؟ هو يعني من قله المعارض؟ يلا يلا يلا، معقوله تمشي من عندي زعلانه يعني عشان طقم؟ لا طبعا ما يصحش. عربي، نعم، شوف الهانم عايزه ايه وحضره لها، والموضوع عندي انا. امرك يا باشا. خلاص يا حاج سعيد، روح شوف شغلك. يلا يا سعيد. حاضر يا حسن. امرك. تسلم يا باشا، ألف شكر، كتر ألف خيرك. يا ذوق، يا محترم، يا بلسان حلو. تسلميلي، الهانم عندها مانع تشرب في مكتبي ليمون تهدى أعصابها. للعلم الليمون عندي بالنعناع، يعني منعنع. تسلم يا باشا. شايف؟ شايف الناس الكمة اللي بتعرف تعامل الزباين والستات؟ جاتك الهم؟ اتفضل حض. تمشي من عندي زعلانة عشان حض؟ ما تأخذنيش يعني يا باشا، معلش، اصله بارد قوي وعصبني الصراحه، وانا يعني خلقيه حبه ودمي حام. معلش امسحها فيا انا. هو انت مش فاكراني؟ وهو الوش السمح ده يتنسي برضك يا باشا؟ انا بس يعني ما حبيتش اسيح قصاد الخال. تعالى يا اسامه، حط الليمون هنا قدام الهنا. اتفضل يا فندم. ألف شكر. ها ده بالنعناع؟ نعناع يا حبيبي. طب اتفضل اشرب الليمون يا هانم. هانم مرة واحدة، إلهي يا رب يكبر بخاطرك. لا قولي لي، هو أنت اسمك إيه؟ يا حستي، لحقت تنسى اسمي؟ معلش العتب على البشر، الشغل هنا والناس كتير فما فيش اسم بيسمع معايا. خدمتك نوارة. ها نوارة، كم فولت يا نوارة؟ ما تأخذنيش يعني يا باشا في السؤال. أنا إيه؟ هي دي إيه؟ تلاجة؟ لا يا نوار، ده دولاب للسيجار بتاعي عشان يشفط الرطوبة، السيجار ده. بسم الله ما شاء الله، السيجارة اتعمل لها دولاب. آه، تقول إيه بقى؟ عقبال دولابك. تسلم يا غالي على اللي عملته معاي، بس ده مش غريب على راجل زي. نلقاكم في منتصف الساعة مع موجز الأخبار على راديو مصر 887 FM.